بالخير والسعادة، بحييكم مشاهدينا الكرام. وما كنتوا طبعا بالبداية بتمنى عيد أضحى مبارك على جميع متابعي زاكروس بالعربية. أما هلا فأنا سهر بعلي قلبك مصيف بيقع تقريبا قريب من مصيف بيخال. حابة أفرجيكم الأجواء وأنقل لكم فرحة السياح الجايين من وسط وجنوب العراق. خليكم معي ضيفة طبعا. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير تمام. خبريني وقولي لي كيف فرحتكم بهذا المصيف، كيف العيد معكم؟ الحمد لله والشكر، العيد أجواء جميلة وهي فرصة للقاء والتعارف، والأجواء جدا جميلة. يعني بعد هاي قدامكم الطبيعة كلش حلوة، هي متنفس للعوائل من الضغوطات اللي كانت قبل العيد، وفترة حلوة. طيب خبريني كيف شفت الاستقبال هنا، الخدمات، الأمان بشكل عام؟ حلوة، تعامل لطيف. تدرين بعد أجواء عيد، يعني واحد خلاص بعد لازم يتعامل بلباقة بلطافة، يعني حلوة. أكيد حلوة، لأنه راحة نفسية هي أهم شيء، الراحة النفسية. فمن واحد عنده راحة نفسية وسلام داخلي واطمئنان، أكيد حيكون التعامل طيب. طبعاً أنت من وين جاية؟ من النجف. طيب شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله بتجينا مرة ثانية إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، خليكم معي في ضيوف ثانيين. أكيد المصيف معبى صراحة جايين من جميع الأماكن لهون لمصيف علي قلبك. مرحبا، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. خبريني كيف أجواء العيد هون في مصيف علي قلبك؟ والله المصيف كلش حلو، والأجواء كلش حلوة، والعالم كلش متوسة وفرحانة، خاصة هسه أجواء الأيام العيد، هالأول أيام العيد، وعيدكم مبارك إن شاء الله. عيدك وعيدك كمان إن شاء الله وعائلتك كلها. الله يسلمك، الله يخليك. الأجواء كلش حلوة، والعالم كلش متوسة هنا، كلش حلو، والهواء كلش طيب هنا. أوكي. طيب شو بتنصحي الجماعة اللي ما أجوا لهون؟ انصح العوائل كلها يعني من كل المحافظات تجي هنا وتشوف شلون الاجواء والونسه هنا، والعالم الاستقبال كان كلش لطيف، والعالم كلش حبابين هنا. شكرا، شكرا كثير لك، وان شاء الله عيد جميل وسعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا مستمرين معكم تغطياتنا لفعاليات واحداث العيد. طبعا صراحه المصيف جميل جدا، بتمنى لكل حدا مو جاي لمصيف علي قلبك صراحه يسارع ويجي. سهر تضلي بخير وعيد سعيد على جميع كادر قناة زاكروس.